إلى هذا المكان. لم تكن رحلتكم الشاقة والعابرة للمحيطات قد وصلت مبتغاها، ولا لأقدامهم التي طوت المسافات والتعب مشيا أن تستريح. لقد صدقت نبوءة السوداني الطيب صالح وموسم هجرته إلى الشمال، غير أن وجهتهم كما يقولون شمالا خلف الحدود اليمنية هذه المرة، وتحديدا الأراضي السعودية. أنا نبغى نروح نروح السعودية، ما نبغى نجلس هنا، عشان نروح نبغى نشتغل. المئات بل آلاف القادمين من القرن الإفريقي الهاربين من المجاعة والموت فروا من بلدانهم المريضة بالجوع، وإلى هنا كان الطريق سالكا، لا سيما في ظل الحرب التي أبقت أبواب البلاد مفتوحة على مصراعيها أمام تدفق مختلف أنواع التهريب، ومنها تهريب البشر. والأسوأ من ذلك هو استغلال هؤلاء الأفارقة من قبل الميليشيا أثناء وصولهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، والزج بهم في صفوف مقاتلها وفق ما تقوله الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف، والتي بررت لاحتجازها المئات منهم. مئات الأفارقة يحضرون إلى محافظة الجوف، وعندما تم سؤالهم وبحث عن تحري منهم عن سبب حضورهم، وجدنا أن هناك من يزج بهم لا عندنا لا المحافظة، ويريدون الذهاب إيش العذر يريدون الذهاب إلى السعودية، لكن وجدنا أنهم يروحون إلى المشية تستخدمهم في حفر الخنادق وأعمال قتالية. فإحنا احترازات أمنية تبدو مهمة لكنها منقوصة بجهل أجهزة الأمن للقانون الإنساني الذي يحتم عليها توفير مأكل ومشرب وإيواء مناسب لهؤلاء، بيد أن الأمر لم يكن كذلك، وباستثناء ما قدمته بعض الجمعيات المهتمة بمعاناة الإنسان وتوفيرها وجبات الطعام لهم. نناشد ونطالب المنظمات الدولية التي تهتم بهؤلاء اللاجئين بشؤون اللاجئين أن تقوم بواجبها اتجاههم، حيث أنهم يعانون معاناة شديدة، فيهم من النساء الحوامل وفيهم من المرضى. هكذا يبدو ثمن الهجرة باهظا، الإنسانية وفقدانها، وعناوين أخرى للضياع والتشظي خارج الحدود، نهيك عن الإحساس بالوجع والخيبة معا في بلاد الغربة القاسية. يقطعون المسافات الطويلة هربا من بلدانهم الفقيرة التي لم تؤمن لهم الخبز، ولأجل الخبز كما يقولون يركضون في دروب أكثر عرضة للمخاطر كهذه التي يحتجزون فيها بتهمة استغلالهم للعمل في صفوف الميليشيات المسلحة. علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.